صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، والثاني حذفها فهجرته إلى ما هاجر، لم يكررها. مفهوم؟ خالد رضي الله عنه أرسل عمر رضي الله عنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جابيا للزكاة، امتنع عن دفع الزكاة ثلاثة، منهم خالد رضي الله عنه. فجاء عمر يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه خالد امتنع عن الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد يدافع عن من؟ خالد رضي الله عنه. فقال: فأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. المفروض يقول فإنكم تظلمونه، لا، كرر وقال: من أحب الناس إلي؟ قال: عائشة. قال: من الرجال. ما قال أبو بكر، ذكرت مرتين، يقول أبوها حتى تذكر مرتين لا مرة واحدة. إذن الذي تريد تذكر وتكرر في الذكر، والذي لا تريد هذا تعرض عنه. هو على ملة عبد المطلب، ملة عبد المطلب الشرك الكفر الأكبر. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فيه مضرة أصحاب السوء على الإنسان، لأنهم جلسوا عند رأسه، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام عمه. وفيه مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، إنا وجدنا آباءنا على أمه، ولأنهم ولعظمتها ووضوحها عندهم لم يجادلوه إلا بنعرة الجاهلية. ما قالوا له كذا، قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذا ملة عبد المطلب الكفر. هل الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، يعني لم تبلغهم دعوة نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ لا، بلغتهم، والدليل هذا الحديث، والدليل عمرو بن لحي جر أقدامه في النار صلى السلام، وكان منهم موحد على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذا ليسوا من أهل الفترة. نكتفي بهذا.